السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. دعت السفارة السورية في موسكو رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية المتخصصة بالاستثمار والأجنبية العاملة في روسيا للمشاركة في معرض دمشق الدولي. الدكتور رياض حداد السفير السوري في موسكو أكد خلال لقائه عدد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية والإنشائية والثقافية الروسية أن معرض دمشق الدولي سيعاود انطلاقته كمنبر دولي اقتصادي سياحي وثقافي، مشيرا إلى أن هناك فرص مهمة للاستثمار في سوريا ودورا كبير منتظر لرجال الأعمال وشركات الدول الصديقة، وفي مقدمتها روسيا صاحبة الأولوية في إعادة الأعمار والبناء والاستثمار في مختلف المجالات. تواصل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أعمالها في محافظة حماة لتتبع المشاريع الخدمية فيها. التفاصيل في التقرير التالي. تواصل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أعمالها في محافظة حماة لتتبع المشاريع الخدمية فيها، حيث بدأت جولاتها اليوم في القرية النموذجية في ناحية شطحة للاطلاع على واقعها الراهن وسبل استثمارها على نحو أمثل يلبي الاحتياجات الخدمية والتنموية لسكانها. الزيارة سلطت الضوء على كثير من الأمور، أستطيع أن أقول أن العجلة بدأت تدور بكل المطالب التي تمت من قبل المواطنين، ولكن بنسب متفاوتة. هناك مواضيع لا زالت في بدايتها خجولة قد تحتاج إلى بعض الحوننة، وهناك مواضيع أطلقت بسرعة كبيرة كما لاحظنا في منطقة مصياف على سبيل المثال، مكتب الشهداء. نحن بتتبع ميداني لحظي لكل المشاريع التي أطلقناها، سواء كانت في على أرض الواقع في محافظة حماة مدينة وريفا، أو بالتواصل مع المركز في دمشق مع الجهات والوزارات المعنية. نعاهد أهلنا في محافظة حماة أن فريق العمل في المحافظة إن شاء الله سيشهد أهلنا في محافظة حماة هناك مشاريع خدمية تطلق في كافة محافظة حماة. كما اطلعت اللجنة الوزارية على الموقع المقترح لإنشاء معمل أجبان وألبان في ناحية شطحة العائد للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمساحة 20 دونماً، ثم توجهت اللجنة الوزارية لقرية طاحونة الحلاوة التي تشهد أعمال صرف صحي بطول 610 أمتار وكلفة 20 مليون ليرة، والتي في حال إنجازها ستكون القرية مغطاة بشبكة صرف صحي بنسبة 790%. بعدها اطلعت اللجنة على الموقعين المقترحين لإنشاء محطتي معالجة صرف صحي منفردتين في كل من بلدة عين الكروم وقرية نهر البارد. بعد ذلك وصلت اللجنة جولاتها في المحافظة، حيث كانت المحطة التالية لها موقع مشروع محطة ضخ نهر البارد التي جرى إعادة تأهيلها بالكامل مؤخراً بكلفة قدرها 300 مليون ليرة سورية، شملت استبدال وصيانة المضخات ولوحات التحكم وعدداً من التجهيزات الأخرى. كما وضع حجر الأساس لسدة مائية في كفر عقيد الواقعة على مجرى نهر الساروت في منطقة مصياف، والبالغ سعته 100,000 متر مكعب، والذي يؤشر فيه مطلع شهر آذار من هذا العام من قبل الشركة العامة للمشاريع المائية بكلفة 380 مليون ليرة سورية. هذه السدة قيمتها بحدود 388 مليون ليرة سورية، سعة تخزينية بحدود 96 ألف متر مكعب، مدة تنفيذ العقد بحدود 400 يوم. طبعا كما شايفين المنطقة ستكون هذه السدة بمثابة إحياء لهذه المنطقة. في سياق متصل اطلعت اللجنة الوزارية في حماة على ما تم إنجازه حتى الآن من مشروع معملي أجبان وألبان وأعلاف في مبقرة جبرملة، الذي تم إرساء حجر الأساس له خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق
لمحافظة حما مؤخرا بكلفة 850 مليون ليرة سورية. وشملت الأعمال المنفذة حتى الآن من قبل صب القواعد والأعمدة البيتونية وبعض الأعمال الإنشائية للمشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للإسكان العسكري فرع حما، ويضم معمل ألبان وأجبان ومعمل أعلاف وبرادا وحظائر تربية بالإضافة إلى السور. قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن الوزارة تشارك في معرض دمشق الدولي بدورته 59 عبر مختلف مديرياتها ومؤسساتها، حيث تم تخصيص جناح خاص بالوزارة. الغربي كشف أن الجناح يضم مخبزا متنقلا، وهو تجربة جديدة في أسلوب عمل المؤسسة العامة للمخابز، إضافة لوجود تنور يخبز المأكولات الشعبية المتنوعة التي يتميز بها الريف السوري، مع عرض لآلية عمل كل مؤسسة من مؤسسات الوزارة وعرض السلع والمنتجات الوطنية والترويج لها عبر المؤسسات المختصة. أقام فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي ندوة حول مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال زيارته لمجلس الوزراء. الندوة ركزت على أهمية تطوير أنظمة الإدارة العامة بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب الاقتصادي عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذاتي لخدمتها وفق أساليب أكثر مرونة وفعالية. تأتي هذه الندوة ضمن توجيهات رفاقنا بالقيادة القطرية، وخاصة بعد لقاء السيد الرئيس بمجلس الوزراء وأطلق مشروع الإصلاح الإداري. لذلك لابد أن ننفذ مثل هذه الندوات وأن نضع الخطط والبرامج للمتابعة، ولابد أيضا من متابعة معالجة الفساد المالي والإداري. إن لم يكن هناك إصلاحا أنظمية إدارية بالشكل المنضبط الملتزم الذي يعطي لكل مواطن، لكل موظف، لكل جهة دورها وبشكل واضح وبشكل منهجي، توحي لكل العاملين حكومة وشعبا، جماعات وأفراد، لكل إنسان ما له حقوق وما عليه واجبات. حقق معبر جديدة يابوس ارتفاعا في نسبة إيراداته لتبلغ 13 مليار و247 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. أمين جمارك جديدة يابوس مازن عيسى أكد أن ارتفاع نسبة إيرادات المعبر خلال النصف الأول من عام 2017 يأتي نتيجة الزيادة في أعداد المسافرين المغادرين والقادمين من الجانب اللبناني بقصد السياحة والترفيه، بعد أن تم تحرير سوق وادي بردة والزبداني والمناطق المحيطة بهما، بالإضافة إلى قدوم عدد جيد من المسافرين بقصد السياحة الدينية، فضلا عن قدوم أعداد لا بأس بها بشكل يومي بقصد التسوق وتأمين احتياجاتهم المعيشية من الجانب السوري. كشف مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر عن وصول 50,000 بيضة تفريخ أمات بياض تم استيرادها مؤخرا من إحدى الدول الأوروبية ونقلها إلى منشأة دواجن مدينة حمص. خضر أكد أن الشحنة وصلت بحالة جيدة، وعرق البيض الذي تم استيراده هو من النوعية الجيدة جدا والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية، وهذا ما سيكون له منعكسه الإيجابي على القطاعين العام والخاص لجهة إنتاج وتأمين صوص البياض بالشكل الذي يمكن معه تأمين الفرخة البياضة وتنشيط حركة السوق المحلية.
انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي، الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 596 ليرة و30 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أوسط الذهب عالميا سجلت 1237 دولار و66 سنتا، محليا 18600 ليرة لعيار 21، 15943 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برنت سجل اليوم 48 دولار و39 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 45 دولار و98 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.